عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وكان بسليمان من قناة أننكو. اليوم جايبين لكم تحدي جديد. تحديات ألعاب كثيرة راح نسوي فيها تحديات بيني وبين عبود. طبعاً اللي بينهزم في عقاب، بس آخر حلقة راح تشوفون العقاب. أوكي، عقاب قوي اللي راح يسوي ركان إن شاء الله. أوه واثق إني بفوز. طبعاً هي ألعاب أوكي راح تشوفونها الحين. راح نروح لما المكان اللي فيه الألعاب وراح نسوي فيها، وأكثر واحد يعني يجيب له نقاط هو الفائز، واللي منهزم اللي ما عنده نقاط كثيرة. حنا راح نسكن إن شاء الله في دبي فترة، وراح ننزل لكم بالأسبوع مقطعين الاثنين والخميس، وهذا المقطع اللي راح ينزل يوم الاثنين. هذا أول حلقة، فأتمنى دعمكم. كل اللي حابين أن نغير جو اليوتيوب حقنا شويتين، يعني كان في البيت في الرياض وكل شوي كل شوي كل شوي، فحبينا نغير نطلع المكان جديد ونوريكم أشياء جديدة. صحيح، وراح يكون في أشياء خرافية وراح تعجبكم بإذن الله. فإذا أنت مو مشترك اشترك وعطنا لايك خليك مع المقطع، واذا انت مشترك برضه حط لايك. وصح اكتب لنا تحت بالكومنت من تتوقع ينزل، عبد الله او ركان؟ الحين ترى العقاب قوي وراح تشوفونه اخر حلقه. الحين يلا خلينا يلا ننتظرهم. يلا يلا شوف اي صح، بس حبيت اقول لكم شيء، ترى احنا بنروح لما الالعاب، فاعذروني اذا التصوير مو واضح لان رطوبه. ايوه كل شوي راح نمسح الكاميرا، فاعذروني اذا لخبطنا شوي. بالضبط. نترك الكاميرا ولا ناخذها؟ الحين راح المحل الالعاب، محل الالعاب، مكان الالعاب، محل الالعاب في الجي بي ار في دبي. تنهزم ركان جاهز العقاب. ترى العقاب ما راح نقول لكم اياها الحين او نقول لهم؟ لا 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 نقول لهم. لو نقول لهم خلاص حطوا لايك واقول لكم يلا. كذاب صح. وصلنا المكان اللي بتنهزم فيه. هذه هي الالعاب او فيها جوائز، ترى اللي يفوز بياخذ جائز. اي هذه النقاط. هو اللي ينهزم لا ما راح اقول لكم العقاب. وشاحن الفلوس راس المال حقنا. يلا يلا اول تحدي سلة. ايش نبدا فيه؟ يلا سلة سلة بتنهزم كل الاحوال. يا ولا بلاي يا ولا بلاي. قلت ركان وهذه ثلاثة. يلا ركان بيلا يدخل كورة بياخذ دبدوب. ايوه بغى يجيب ليد، بغى يفوز قصدي. يلا باقي الاخيرة سويت فنان يعني كذا قلت بها. يلا دار عبود دحين. ايوه ايوه لا تفلس عبود. اوه اشوى اخس لما دخلته صح؟ اي ما دخله. وطبعا خلصنا اول تحدي زي ما شفتوا، صفر صفر ولا واحد جاب لنا ولا واحد. خسائر فلوس بس خسائر فلوس. والحين اللعبه الجديده هذه تاخذ ثلاث كور صح؟ ايه وتطيح هذول لازم كلها، كل هذول الثلاث تطيحها من ورا الاخضر، عرفتوا؟ هذه بعتبرها الحين نقطة لي يعني. اوكي يلا نشوف. ويلا ركان اللعبة الأولى معك كورتين. ايوه اعتبرها نقطة لي أجل. ها؟ طيحت ثلاث بس لازم تجيبها كلها. يلا مرة ثانية اللعبة الثانية راح باقي لك هذه واللي بعدها. لا لا بتعطيك في العصا الحين. باقي لك اثنتين لازم تطيحها كلها. خمس يعني بتفوز يعني. يلا راح. لا 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 ما يصير ما يصير. اسميكم؟ انا طلال فارس. والنعم والله. سم؟ عزيز النعم. كيف قناتنا حلوه؟ حبيب قلبي. يلا دورك عبود الحين. طيحها ولا لا؟ بقي اثنتين. والله بعدتها بلعب كثير. صعليه
يلا بقول لك اخر جيم. عبود بتفوز ولا لا؟ بلعب اللي هناك شوت الساعه. حلو. صعبة خلاص ضاعت عليك. الحين اللعبة الثالثة كورة. لازم تطيح هذولي كلها ثلاث هذولي من هذا القدر. يلا ركان راح. ايوه بقي له واحدة. بقي واحدة ركان لا تفوز علي. تكفى ما ودي اسوي العقاب والله العقاب قوي. والله اني خفت ما ودي اسوي العقاب. الحمد لله يطلع من القهاب. الحين المرة الثانية. ولا واحدة. يلا بقي له ثلاث كور. يلا راح. راح يمديك. باقي لك واحدة يلا يمديك. قبل قد جبتها بكرة واحدة. افا ليه ليه ليه؟ شو الفوز شو الفوز؟ يلا الحين دور عبود. شو الفوز اللي بيجي؟ يلا. ايوه طيح واحدة. طيح بيدي. غشاش والله غشاش. صعبة. يوه راح. الجولة الثانية العبود. اوه يلا بالتوفيق عبود. اخر مش يعني ما ربي. اخر جولة. حلو عشان ارتحت. انا الحين ما اقدر يفوز علي. خلاص عصب خلصنا الحين ثلاث العاب باقي لنا اللعبه الاخيره والى الحين ولا واحد جاب نقطه بالضبط ولا اخذنا ولا دبدوب والله صعب فاخر مباراه الحين والحين اصعب لعبه بعد طبعا شوف هي خلينا نقولهم اذا تعادل راح يكون عقاب بيني وبينك لا اذا تعادل نزود لعبه نزود لعبه نزود لعبه سمعتوا نقول هذه ولا هذه لا هذه اسهل ولا لا هذيك والله هذيك لازم تطلع حلو سهلة ها يفوز اتوقع حلو يلا بقول لك اخر كورة يا رب ما يفوز يا رب اخر جيم خلاص راحت لك خلاص ها يلا الحين دوري الحين دور ركان يا ابوي شوي بضربه بالزاويه والله انك ولا واحد ركان شوي ولا واحد ركان المفروض انا اللي حق لي الفوز لاني انا دخلت ثنتين لا 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 شوف ليش ذا كلنا انهزمنا باقي اخ حق اللي هو هذا لازم واحد ينهزم غصب اللي هو هوك بس مين بيصورنا؟ من بيصورنا؟ من بيصورنا؟ هنا سؤال كويس ثبتنا الكاميرا لان ما عندنا اي احد يصورنا ف راح نلعب هوك الحين انا عبود
واخيرا بس شوفوا خلنا نوريهم نتيجة. لا ما خلاص خلاص 7-6 قربتها في اخر ثواني يعني عبود عرلك عرلك. كم تحدي لعبنا؟ سلة 4 تحديات والفاصل الخامس. ايه وبس عليك. طبعا العقاب ما نقدر نصوره، خلوها على الصبر. العقاب هو يا طويلين العمر راح اسبح في البحر ملابسي ان شاء الله، بس لان الحين الليل شوفوا ما يمدينا نصور عند البحر، ما في ولا اضاءه ولا في اي شيء. صحيح. فخلاص ما ودنا نطول عليكم، نشوفكم الصبح. تونا طالعين من بيتنا ورايحين لما البحر علشان انفذ العقاب. تعدل العقاب وانا هذا ما عندي مانع. حطيت عفشي كله هنا الساعة صح؟ ايش الساعة؟ هي ما لها داعي يدخلها مويه. ما ادري الساعة اندر ذا ووتر ولا مو اندر ذا ووتر. جوالات اهم شيء. يلا ما عندك شيء الحين؟ شربات عادي كذا؟ شربات طبيعي، كل شيء لازم. احنا التحدي لازم العقاب انك تطبق كل شيء، بس الشوز طبعا ما يصير. ما يصير ايه صحيح. عشان فلوسي للضيع 5 درهم حطيتها شلون صرت بالذات. لا 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 طب انت وكذا على لبسك كله. يلا بسرعه هذا العقاب عاد. اسمع اسمع. وجهك وجهك وجهك. لا هذا العقاب كامل. يلا بك تغرق. ما عليك. عجب البحر. وش في قرش؟ بيشوف وجهك ينحاش. ما عليك اقول بيشوف وجهك ينحاش. وين الشرابات؟ ماك ما ادري ليش طاب الشراب. عاد هذا العقاب عبود. والله سباحة البحر حلو. تعال يا مهبول. ايوه يا عبود يا بطل. يلا ننهي الحين اوكي. انه امه. الحمد لله الجو حار مو بارد. صور شرابه امشي. بس ما ودي اطول عليكم، ان شاء الله عجبكم. عاد لا تنسون اللايك، واذا انتم مو مشترك اشترك. وغير كذا قبل ما نقول لكم قبل ما ننهيها يعني الحلقه، حساباتنا تلقونها تحت، حساباتنا في انستغرام وسناب شات. اتمنى انكم تضيفونا وتشوفون يومياتنا في دبي لان راح نطول هنا وبس. تبي تقول لهم شيء عبود؟ ايه وش تقول؟ عندي هديه لاخوي. هذه الشراب حقتي. لا 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 الله يك الله يا تبن. لا 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 قاعد اسوي كان. هي عبود 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 بلا استهبال. أبغى شنطتي.